السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم نحضر معكم طبق صغير كيف ما كتشاهدوا معايا، معمر بالخضر مسلوقه او مبخره على حسب الذوق ديال كل واحد. صراحه كيجي لذيذ بزاف، رائع في المذاق. شوفوا دابا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير العجين، غنحتاج 500 غرام ديال دقيق القمح، 500 غرام ديال الدقيق الابيض، معلقه كبيره الخميره الفوريه، الملح، معلقه كبيره سنيده. غنخلط الكل مزيان. من بعد غنوضع في العجانه، غنبقى نضيف ليه الماء غير بالقياس حتى نحصل على عجينه متماسكه. بالنسبه للحشوه، انا هنا اختاريت الخضره مسلوقه، دايره الجزر، البطاطا، الجلبانه، المايس ولسان الطير. نحتاج كذلك الصوصيط اللي شحرته في المقله، الهوت دوغ، معلقه ديال الربيع، قزبر، كمون وملح وزيت الزيتون. عندي علبه ديال دانون مسوس. نمشيو دابا لطريقه التحضير. كيف ما كتشاهدوا معايا هنا، من بعد ما خمر البطبوط ديالنا نبدا نكورو كويرات صغار. انا هنا من بعد ما انتهيت من تلوليب ديال العجينه، غنبدا نقرص البطبوط ديالنا كيف ما كتشاهدوا معايا. انا هنا بالنسبه للبطبوط ما كنخليش حتى كيخمر، غير كنكمل الكرة الاخرى، كنشعل على البوطة وكنبدا نطيب.
كيف ما كتشاهدوا معايا، انا هنا غنبدا نطيب البطاطا ديالنا من بعد ما سخنت المقله. من بعد ما وجد البطاطا ديالنا كيف ما كتشاهدوا، انا هنا غنجيب الحشوه مكونات كامله نخلطها مع بعضياتها. نخلط من بعد ما خلطت الحشوة ديالنا كاملة، خلطناها مزيان. هنجيب انا هنا البطبوط، حليته بطبيعة الحال شوية من الفوق. هنبدأ دابا نعمر في البطبوط. انا هنا غنستمر على نفس العملية حتى نكمل كاع الحشوة اللي عندي. كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي، البطبوط ديالنا هو هذا كيفاش جا. صراحة كيجي لذيذ بزاف ورائع في المذاق. كنتمنى ان هذه الوصفة تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى اللقاء، الى فرصة ثانية ان شاء الله.